لا هدف لنا إلا أن نضغط على حكومة الشرعية بصرف الرواتب. إذا لم تفي حكومة الشرعية بصرف الرواتب خلال شهر، فإن برنامج المسيرة سوف يتصاعد، وسنخوض معركة الأمعاء الخاوية ابتداء بالإضراب الجزئي عن الطعام، ثم الإضراب الكلي عن الطعام، لأن قرار قطع الرواتب منذ 11 شهرا أن الحكومة هناك ترصد وهناك إصرار على إبادة الموظفين المدنيين في تعز، والمقدر عددهم بنحو 63 ألف موظف وموظفة. معظم الموظفين يموتون في منازلهم ولا نعرف أسباب ذلك، غير أننا عندما نذهب إلى لمعاينة الجثث نجد أن معظم المطابخ وكل البيوت التي يموت فيها الموظفون ليس فيها قطعة خبز. بداية أول، أنا دكتور عمر إسحاق، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة تعز. جئنا هنا لننضم لهذه التظاهرة الإضطرارية من أجل الحصول على حقوق وفقا لعقد اجتماعي مبني بين أي دولة والمجتمع، بحيث المجتمع يتنازل عن حقه مقابل أن تقوم هذه الدولة بتغطية كل ما يحتاجه من أمان ورواتب، وأيضا من أجل توفير الشروط الضرورية للإنسان. تعز تدمرت وواجهت كثير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وأهمها الجانب الاقتصادي، حيث قطع الرواتب لمدة أكثر من 10 شهور أو تكاد تكون سنة أثر على الأسرة، أثر على الفرد، أثر على المجتمع، أثر على الثقافة، أثر على التعليم. ولذلك هذه الخيام هي خيام يعني البطون الخاوية، وجماعة أخرى من عدة اتجاهات كلهم ينضمون إلى هذه المسيرة التي تطالب بحقوق، والتي تتوجه للشرعية التي نحن جزء من رعاياها، والتي أهملت رعاياها في مجتمع تعز، والذي تضور جوعا والأطفال يتشردون والوضع الأمني منفلت. ولذا نحن نطالب بأن تقوم الدولة أو تقوم الشرعية التي نحن نعلن الولاء لها وتوفي بتعهداتها من أجل الحصول على الرواتب وانتظامها، حتى لا تتدمر ما سبق من تعز من جوانب أخرى. فالتعليم توقف والجوانب التربوية توقفت، وحتى في يوم العيد لم يستطع أطفال تعز أن يعيشوا، أن يمرحوا في الحدائق التي تحولت إلى سكنات عسكرية تدمر الإنسان والطفل والمرأة والشيوخ. نصبنا الخيام الآن لأن الحكومة تمادت في عدم صرف الرواتب الموظفية التربية والموظفية الحكومة بشكل عام منذ 12 شهر. قمنا بكثير من الاحتجاجات والاعتصامات وكذلك مسيرة البطون الخاوية، لعل الجميع يسمع، العالم، مناصرين حقوق الإنسان، في كذلك ممثل الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، لكن للأسف ما زالت المماطلة والوعود التي لا تفي بها الحكومة للموظفين وخاصة التربية في محافظة تعز، فاضطرينا إلى أن ننصب الخيام ونعلن اعتصام مستمر حتى تستجيب الحكومة لمطالبنا. لا أجد أثر أبلغ من أن أقول لك قبل 3 أيام أو قبل العيد الفطر بيوم واحد وأحدى الأطفال انتحر لأنه لم يجد ملابس. هجرت كثير من النساء ونزحت مع أطفالهم بينما بقى أزواجهن داخل المحافظة، ولكن للأسف الشديد وجد أكثر من شخص ميت داخل المنزل. كذلك إحنا لا نستطيع أن نفي بأغراض أطفالنا، تعرض أطفالنا لكثير من المتاعب الصحية والتربوية والترفيهية. مثلا في العيد نحن لا نجد منتجع ولا نجد ما يمكن أن نقوم به لترفيه أطفالنا. تعرضت كثير من الأسر إلى الطلاق، كثير من الأسر فيها كثير من المشاكل داخل الأسرة. المرأة تعيش في قلق، في اكتئاب. خرجت كثير من النساء تتسول.